في الاستوديو كل واحد فيهم ليه ذكرى مميزة معاك، تحب تقول لهم ايه؟ هو اطلب منهم هم الاول يقولوا ايه ذكرياتهم معايا. ايه ذكرياتكم مع مستر مانويل؟ اولى سام كابتن خالد بيبو، ده اجمل الذكريات مع مستر مانويل. بص انا بعتز جدا بصداقته، وبتكلم معاه كتير، وبحس ان وانا بتكلم معاه ان هو يعني شخصية قدر ازاي ان هو يخلينا كلنا يعني ده بيبقى صعب في كرة القدم، ان كل اللي موجودين في الفرقة يحبوه ويخافوا منه ويحترموه وينفذوا كلامه. هل انت على اتصال بيه لحد دلوقتي؟ طبعا 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 طبعا. هو علمنا حاجة مهمة جدا، علمنا حاجة مهمة جدا، ازاي لعيب يحب مكانه ويخاف عليه. ودي اهم حاجه انا شايفها في اي مدرب في العالم، ان هو ان يوصلك ان انت بتحب المكان اللي تلعب فيه. صحيح، ودي سمه من سمات لعيبه النادي الاهلي على فكره. صح. حاجه كابتن اسامه حسني، يعني مع مستر مانويل اتعلمنا دايما في النادي الاهلي في شيء واحد، هو دايما الفوز. ايوه. عمرنا ما بصينا على الخساره والتعادل، دايما هدفنا الفوز. ادانا برضو ثقافه تانية لما كنا بنطلع بره في تونس والمغرب والجزائر، وكانت الامور صعبه دايما عندنا مشكله لما كنا بنطلع بره. ادانا ثقافه الفوز لما بنطلع نلعب بره، دايما بنينا ثقافه الفوز جوه ملعبك وبره ملعبك، فدي كان اهم المميزات دايما اللي بيشتغل عليها معانا. حاجه تانية؟ ايوه حاجه تانية طبعا. علمنا ازاي الفريق هو النجم، مش النجم هو الفريق. مش النجم هو الفريق. ما كانش في حته النجم الاوحد، لا لا، كان الفريق هو النجم. صحيح. من المدربين اللي ازاي عرفنا يعني ايه ازاي يبقى الفريق هو النجم، وكانت شخصيته قويه جدا. طبعا كان في نجوم كتير جدا، ولكن هو كان قادر يسيطر عليهم.